بس وزارة الثقافة الحقيقة واخدة حيز كبير جدا، عندنا منطقة كاملة مركز كامل لإنتاج الحرف التراثية، طبعا على رأسهم الخزف، أعمال الخشب، أعمال النحاس، وطبعا في مساحات كبيرة جدا جدا، مميز جدا جدا الحقيقة. والقائمين على المركز ده الحقيقة عندهم بوتنشلز وعندهم مقدرة كبيرة جدا على الإبداع. كمان عندنا مكان في صناعية مصر هناك، فالحقيقة بيعلموا كمان مقدار كبير جدا من الناس. الحقيقة القاعدة العريضة الجماهيرية كبيرة جدا، احنا فخورين جدا ان الفنانين دول اللي بيطلعوا من عندنا، فخورين ان هم كل يوم بينتجوا انتاج جديد مميز جدا على المستوى الساحه الابداعيه كمان الثقافيه. ابتدي يترسم هاند ميد كله، حتى الالوان بتاعته كلها بالشكل اليدوي بتاعهم بالكامل، حتى هتلاقي حاجه في الاخر خالص في امضاء القائم على العمل ده كمان، وطبعا الختم بتاع وزاره الثقافه مع مركز الحرف التراثيه. فدي انا اعتقد انها شيء مقدر جدا مثمن جدا، عمل فني ممكن حاجه تضيفه في المجموعه بتاعتك السبيشال كولكشن بتاعتك في البيت او حتى كهديه. وطبعا لا يخفيك سرا ان احنا المعارض الخارجيه لوزاره الثقافه الحاجات دي تقريبا يعني بتعتبر جواهر خالص. ده الحرق العالي كمان بيبقى معمول زي البريق المعدني، انا طبعا مش متخصص في الخزف، ولكن هي حاجة شايف ان البريميتيف او النتيجه البريميتيف خالص الطبيعيه جدا مقدره جدا مثمنه، حاجه ما تقدرش تحسب ايه التعريج اللي ممكن تحصل في الخامه ديت تحت الحراره العاليه، فدي حاجه عظيمه جدا. يعني هو مسيح كذا حاجه الوان مختلفه على بعض. ايوه بس بتديك شايف الشغل عامل ازاي. نفس التقنيه ديت هتلاقي هنا، بص الالوان برده كلها داخله في بعضيها بشكل رائع الحقيقه جدا. شايف حاجه التكوينات عامله ازاي، التفرد في ده ان مفيش حاجه شبه الثانيه، مفيش سيمتريك خالص. شفتيش ده كل شغل، شايف الهامين عامل ازاي، حاجه فيري فاين تيونينج اند اتس ا وندرفول جيفت. هاند ميد اه طبعا كلها هاند ميد، بس حاجه عامله ازاي، شغل رائع جدا الحقيقه جدا. يعني كام لوحده؟ من غير سؤال 50 بس ليك انت 1000. اسعار مدعمه كلها من وزاره الثقافه. كامل الاعمال الفنيه، اعمال الفنانين اه طبعا. بص هنا ده محمود سعيد طبعا الفنان السكندري العالمي طبعا. بص حضرتك بالتوثيق بتاعه حتى بالصور الشخصيه بتاعت عيلته باعماله الفنيه، كل ده 4 لون طبعا بهارد كفر. رائع الكفر نفسه حتى، فاهم يعني حضرتك بص ممكن تحتفظ قيم جدا جدا جدا. يعني قصر محمد علي ده اللي في شبرا الخيمه طبعا، ذا جريت ستريت بتاع شارع المعز، ده كتاب دوكيومنتيشن انا ازكي جدا ان اي عائله في مصر لازم تحتفظ بيه كمان، لان هو فيه توثيق كامل لشارع المعز بالاثار بتاعته بالتصميم بتاعه بكل حاجه الحقيقه. وبرده بيتباع في معارض اه طبعا. بص حضرتك الكتاب عامل ازاي، ده من الاصل خالص، لو حد بتاع المستشرفين بتاع ديفيد روبرتس في القرن 19 تليها بعد كده عمليه التصليح والترميم اللي حصلت في شارع المعز في الاخر خالص، حتى الاوبات كمان. الحقيقه انه كتاب قيم جدا كتسجيلي وثائقي الحقيقه. بعدين ده الهاند ميد ده بره بيتباع بارقام عظيمه. اه طبعا ساك الفازات كمان اللي هي معموله بالبريق المعدني مع الطقم بتاعها كله الحقيقه رائع الحقيقه جدا. حضرتك ممكن تتخيل قد ايه ده شغل عبقري. وبيلف طبعا يدوي، لازم يلف يدوي، ما ينفعش ميكانيزم، عشان يقدر يتحكم في حركه ايده مع الدوران، سرعه الدوران كمان هي اللي بتدي الشكل. حاجات قشره مختلفه بيكون دي شكلها ودي اسمائها، بنحضرها بالتيب تمام، والتصميم بيكون شكله كده، ممكن من التصميم ده نطلع حاجات مختلفه. فالتصميم ده بنطلع حاجه اسمها اسطمبه اللي هو الشكل يعني اللي احنا بنقطع عليه القشره، وبناء عليه بنبتدي نلزق، وبتكون دي طريقته يعني، بنلزق قطعه قطعه وبعدها بنكبسها على الخشب وبتطلع بقى الحاجات اللي هي اللي احنا شفناها هناك بالظبط. محتاج صبر كمان غير عادي. هي بتبقى بس يعني ان الخطوط بناخد امتداداتها واشكالها وبعدين بنحطها مكان يعني كل شكل مكانه، وبناخد الامتدادات بتاعتها عشان نطلع الشكل مظبوط وبنلزقه بالسمك. هي كمان بتعمل حاجه ذكيه جدا، هو كله خشب بس حضرتك بتختار كمان التوناليتي بتاعت الخشب المختلفه عشان تديك الشكل. يعني لو هتعملي حاجه زي علبه مثلا او بتاخد وقت منك قد ايه؟ على حسب الديزاين، يعني الديزاين ده ياخد من 3 ل 4 ساعات شغل متواصل،
اوكي يعني ده حاجه صغيره، لو حاجه زي دي برضو نفس الحاجه، لان هي بتبقى بس يعني نفس التصميم بس الاختلاف في ان الشكل هنا اكبر شويه، فكل ما يكون اكبر مش دقيق بتبقى اسهل شويه. بالظبط.